عام سنة في فورم تاع لاتوج ماذا بينا نلمو الكفاءات التونسية في فرنسا وفي أوروبا باش نتبادلو الأفكار والمبادرات. الهدف الرئيسي للدورة هذه أن نطرحوا إشكالية الانتعاش الاقتصادية في تونس لا غونونس إيكونوميك، وإحنا ماذا بينا في الفورم نحطوها فوق طاولة الحوار طبعا مع خيرة من الخبراء التوانسة والدوليين. التظاهر هذا باش تكون زادة فرصة باش نقابل ممثلين الشركات التونسية الكبيرة والناشئة والشركات العالمية، وهي تمثل فرصة للي العباد تحب تلوج خدمة في تونس وإلا بعث المشاريع ولا تبادل حتى الخبرات. وباش يكونوا حاضرين معنا زادة مكونات المجتمع المدني من جمعيات تونسية ناشطة في فرنسا. وفي نهاية الفورم تاع لاتوج ما ينجح كان بكم انتم ضيافنا الكل، شركات، جمعيات، محاضرين، طلبة، باعثي مشاريع وحتى اللي يلوجوا على الخدمة. دونك نستناوكم الكل نهار لحد 15 جوان في لونيفرسيتي باري دوفين، ومرحبا بكم الكل في فورم لاتوج.